بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا يعني الآن نستكمل الجزء الثاني في حقيقة دوران الأرض. قبل مجيء القرن العشرين أيها الأحبة، كان معظم علماء المسلمين أو بعضهم يعتقد أن جريان الشمس هو دورانها حول الأرض. فالله تبارك وتعالى يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في سورة ياسين. بعض العلماء اقترح أن الشمس يعني ثابتة، هذا طبعا في الخارج، وأن الأرض تدور حولها. فبعض علمائنا من المسلمين حسب فهمه للآية، فهمه الخاطئ طبعا، لأن والشمس تجري لمستقر لها آية مستقلة ليس لها علاقة بالأرض، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تدل على أن الأرض ثابتة أصلا. فقام هؤلاء العلماء من العلماء المسلمين بإنكار حركة الأرض، حتى إن بعضهم قال إن هذا القول يخالف صريح القرآن والشمس تجري. بناء على ماذا أصدروا هذه الفتوى؟ بناء على فكرة ثبات الشمس. لم يكن العلماء اكتشفوا حقيقة حركة الشمس اللولبية كل 220 أو 230 مليون سنة حول مركز المجرة. الشمس لها حركة عجيبة جدا أيها الأحبة. السنة الشمسية أو السنة المجرية، لنقول السنة المجرية، أي دوران الشمس حول مركز المجرة، طبعا الشمس ومعها المجموعة الشمسية من الأرض والقمر والعطارد وإلى آخره، تدور دورة كاملة كما يعني يقول الباحثون، كل بحدود 225 مليون سنة زائد ناقص 5 مليون سنة، يعني نسبة الخطأ 5 مليون. فدورة واحدة يعني هي سنة مجرية قيمتها 225 مليون سنة مما نعد على الأرض. تصوروا كم الكون عظيم، وهذه مجرة فقط في الكون من أصل أكثر من 400 ألف مليون مجرة تنتشر في الكون. يعني هناك أشياء يعجز العقل أن تصورها، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القضية تحتاج إلى علم أيها الأحبة. الآن علماء الغرب الذين قالوا بثبات الشمس في البداية قديما رجعوا عن قولهم وقالوا حتى الشمس تتحرك، لأنهم وجدوا أن الشمس عبارة عن نجم من نجوم مجرتنا التي فيها أكثر من 200 مليار نجم، 200 مليار شمس. تصوروا أيها الأحبة، شمسنا هي واحد من 200 مليار، يعني شيء ضئيل جدا. هذه الشمس تسير هكذا أيها الأحبة، وتدور، هي تدور حول مركز المجرة ولكن صعودا وهبوطا، هكذا مثل موج البحر ومثل الخيل ومثل جريان شلال المياه. لذلك القرآن ماذا قال؟ والشمس تجري، لم يقل تدور، لو قال تدور لكان هناك خطأ علمي في القرآن أيها الأحبة. انظروا إلى دقة كلام الخالق عز وجل: والشمس تجري، أي أنها تصعد وتنزل وتصعد وتهبط صعودا وهبوطا حول مركز المجرة لمستقر لها، أي أنها سوف تستقر في نقطة محددة في نهاية الأمر عندما تقوم الساعة أو عندما تطلع الشمس من مغربها. الحقيقة أيها الأحبة، هذا الأمر جعل بعض علمائنا يتمسكون بقضية ثبات الأرض وأن الشمس هي التي تجري حولها، واستدلوا بهذه الآية. ولكن هذه الآية لا تتحدث عن الأرض أبدا. اقرأوا سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذه إشارة إلى حركة الأرض، بالعكس هذه تشير إلى حركة الأرض، كيف ينسلخ، يعني عملية سلخ
النهار من الليل وآية لهم الليل نسلخ، يعني لو فرضنا هذا هو الليل وهذا هو النهار، ينسلخ ويغطيه الليل، ينسلخ والليل يغشى. فلولا حركة الأرض لا يتحقق هذا الشيء. كيف سينسلخ؟ يعني عملية سلخ الجلد مثلا هي عملية فيها حركة، فيها حركة أيها الأحبة. فأنا أعتقد أن هذه الآية دليل على حركة الأرض، أنها تتحرك ليست ثابتة. الشيء الثاني، وآية لهم الأرض وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري. إذن الشمس ليس لها علاقة بالأرض هنا، والشمس تجري، تجري حول مركز المجرة، تجري ليس لها علاقة بالأرض. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، يتحدث عن حركة القمر حول الأرض وكيف تنشأ هذه الأشكال للقمر خلال أشهر السنة وخلال أيام الشهر، بحيث أنك تستطيع من شكل القمر أن تحدد اليوم والتاريخ وفي أي سنة أنت بدقة يعني. طيب، حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. طيب ما معنى ولا الليل سابق النهار؟ أي أن الليل يتحرك. يعني انظر أيها الأحبة، يعني دققوا وتفكروا. الله أمرنا بالتدبر، أمرنا أن نتأمل ونتفكر ونتدبر في هذا القرآن. دعونا نتدبر هذه الآية معا بهدوء. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هذا دليل على أن الشمس تتحرك والقمر يتحرك، إذن هذه الآية واضحة. ولكن اختلاف المدارات، الشمس تسير في مسار محدد حول مركز المجرة، كما قلنا كل 225 مليون سنة تتم دورة كاملة، والقمر يدور حول الأرض في مدار مختلف تماما عن مدار الشمس، وبالتالي لا ينبغي لهما أن يلتقيان. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا تستطيع أن تدركه، يعني كأنها تلحق ولكن لا تدركه، ولا تلحق به ولا تصطدم به. طيب ما معنى ولا الليل سابق النهار؟ أنا أستطيع كلغة عربية أن أفهم إذا قلت مثلا فلان لن يسبق فلان، ما معنى ذلك؟ معنى أن هذا يتحرك وهذا يتحرك، صحيح أم أنا مخطئ؟ ما معنى سابق؟ سابق من سبق، والسبق فيه نوع من الحركة. ولا الليل سابق النهار، إذن هناك نظام لليل يتحرك والنهار يتحرك، ولكن يتحركان بنفس السرعة، يتحركان بنفس السرعة. فبما أن الليل يتحرك والنهار يتحرك وبنفس السرعة، لن يلتقيا، لن يسبق أحدهما الآخر، تماما مثل الخطين المتوازيين لا يلتقيان، مهما امتدا لا يلتقيان. كذلك إذا كان لدينا سيارة هنا وسيارة هنا، وكلاهما تسيران بسرعة 100 كيلومتر في الساعة بالضبط، حتى لو سارتا إلى يوم القيامة لن تلتقيا. لماذا؟ لأن السرعة ثابتة ومتساوية. فسرعة الليل، حركة الليل ثابتة، وحركة النهار ثابتة ومتساويتان، هذه السرعتان، هاتان السرعتان متساويتان، وبالتالي الليل دائما يغشى النهار، والنهار ينسلخ باستمرار، الليل يطلبه حثيثا، يطلبه، يسرع وراءه ولا يستطيع أن يسبقه. ولا الليل سابق النهار، هو كأنه يلحق به. طيب ما معنى ذلك أيها الأحبة؟ كيف يمكن لليل أن يتحرك والنهار أن يتحرك؟ لا نستطيع أن نفهم ذلك إلا إذا اعتقدنا أن الأرض نتيجة دورانها أمام الشمس يتولد لدينا الليل والنهار هكذا،
يعني لو فرضنا هذه هي الأرض وهي التي تدور هكذا، لنفرض هذا هنا مثلا، يعني هو النهار وهذا هو الليل هنا، فمهما حركنا هذا لن يستطيع الليل أن يسبق النهار، سيبقى وراءه. معنى ذلك أيها الأحبة، معنى ذلك أن الأرض تتحرك، الأرض تدور. هذه الآية إذا تعمقنا فيها لغويا فقط نستطيع أن ندرك بأن الله تبارك وتعالى من خلال قوله عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا الليل سابق النهار، معنى ذلك أن الليل يتحرك والنهار يتحرك أيضا بنفس السرعة، ولن يسبق الليل النهار، وبالتالي هذا التصور لا يتحقق إلا بدوران الأرض في مواجهة الشمس، لا يمكن أن يتحقق في أي صورة أخرى. إذا أردنا أن نقتنع بالأرض المسطحة سنخالف هذه الآية. الشيء الثاني أن الله ختم هذه الآية بعبارة نعرفها جميعا، قال عز وجل وكل في فلك يسبحون. بعض المفسرين قال كل يعني الشمس والقمر، طيب الليل والنهار لماذا لا نقول إن الليل والنهار يسبح أيضا؟ فالليل والنهار اللذان يغلفان الأرض، قسم فيه ليل وقسم فيه نهار، هذا الليل والنهار يسبحان مع الأرض، وكل في فلك يسبحون. كأن الله، دققوا معي أيها الأحبة، يريد أن يقول لك كما أن الشمس تسبح والقمر يسبح، ولا ينبغي أن للشمس أن تدرك القمر، كذلك النهار يسبح من خلال الأرض، الأرض تسبح مع الليل والنهار، والليل لا يلتقي أو لا يسبق النهار. إذن هذه الآية هي إشارة واضحة لحركة الأرض ودورانها، وإلا كيف سنفهم هذه الآية وكل في فلك يسبحون؟ طيب لو أردنا أن نستثني الليل والنهار، هناك آية ثانية في سورة الأنبياء، وهو الذي خلق، انظروا أيها الأحبة دققوا معي، وهو الذي خلق الليل والنهار. ليل مخلوق، ليس مجرد فضاء أو فراغ، لا مخلوق، فيه شيء، فيه مخلوقات، فيه طاقة، فيه أشعة كونية، فيه كذا. الليل مخلوق، هو مادة ملموسة، والنهار مخلوق أيضا، فيه أشعة الشمس وفيه ذرات وفيه جزيئات وفيه كذا. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، لم يستثني. يعني إذن الليل يسبح، النهار يسبح، الشمس تسبح، القمر يسبح، هذا الدليل واضح على أن الأرض أيضا تسبح، لأن الليل والنهار مرتبطان بالأرض، فسباحة الليل والنهار تعني سباحة الأرض. وكل في فلك يسبحون. إن شاء الله أحبتي في الله في اللقاء القادم نوضح أكثر هذه المفاهيم من القرآن ومن العلم. نسأل الله أن يبصرنا بهذا الدين الحنيف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.